السلام عليكم، أنا زميلكم ناصر مأمون عبد القادر من كلية الطب، وحاب أني أشرح محاضرة الدكتور حمزة الثانية اللي هي تتمثل بشيت 11. هسا بدأت المحاضرة، الدكتور حكى عن البارو ريسبترز بشكل عام. البارو ريسبترز فكرتهم بسيطة، they detect the pressure of the blood. فإذا ارتفع البلود بريشر، إذا البلود بريشر ارتفع تمام، جسم الإنسان لازم يقلل الهارت ريت عشان يقدر يعوض هذا البلود بريشر، عشان يقلل البلود بريشر يرجعه للطبيعي. فاللي بصير أنه بيرتفع البلود بريشر، البارو ريسبترز بيلتقطوا هذا الإشي، بيبعثوا إمبولسز للدماغ، ومن الدماغ ترجع إمبولسز من خلال باراسيمباثيك نيرف بحيث أنها تعمل برادي كارديا وتقلل الهارت ريت عشان نقدر نقلل الضغط. ونفس الشيء طبعا بصير إذا قل الضغط، إذا قل الضغط البارو ريسبترز بيعملوا ديتكشن لهذا الإشي، وبيبعثوا وبتوصل إمبولسز للدماغ، ومن الدماغ من خلال السيمباثيك نيرف بحفز القلب أنه يصير تاكي كارديا عشان نعوض النزول في الضغط. الموضوع جدا بسيط. هسا بالنسبة للجدول هاد، هو جدول كثير طويل وشرحه راح ياخذ كثير وقت لاني بدي امشي فيه في التفصيل، فانا حشرحه بفيديو منفصل عن هذا الفيديو، ما راح اشرحه بهذا الفيديو، حشرحه بفيديو ان شاء الله منفصل راح ينزل ان شاء الله اليوم او بكره بالكثير. طبعا انتم لازم يكون عندكم فكره عامه عن الجدول هذا قبل ما تمشوا، ولكن لو تمشوا انا حوضح نقاط كثير. هسه بالنسبه للكولينوسيبتر ستيمولانس، هسه هاي السلايد بشكل عام تحكي عن الكولينوميميتكس. شو يعني كولينوميميتكس؟ أشياء بتقلد المسكرين والنيكوتين بحيث أنها ترتبط على الريسبتر ماشي، وتكون أجونست لإله تمام. هذول هم الكولينوميميتكس. طبعا الكولينوميميتكس بشكل عام يقسموا لقسمين رئيسيات، في عنا دايركت أكتنج كولينوميميتكس، وفي عنا إندايركت أكتنج كولينوميميتكس. الدايركت اكتنج كولينوميميتكس يتمثلوا بالالكالويدز اللي هم زي المسكرين والنيكوتين، والكولينسترز زي الاسيتيل كولاين. هذول هم الدايركت اكتنج، هذول ذي دايركتلي بايند، دايركتلي بيرتبطوا بالريسبتر وبشغلوه. بينما الاندايركت اكتنج كولينوميميتكس اللي هم بيشتغلوا بطريقة غير مباشرة، طريقة شغلهم هي من خلال أنهم يزيدوا الأسيتيلكولاين. كيف بيزيدوا الأسيتيلكولاين؟ من خلال أنهم يعملوا إنهيبيشن للأسيتيلكولاين استيريز. الأسيتيلكولاين استيريز هو إنزيم مسؤول عن تكسير الأسيتيلكولاين، فإذا أنا عملت له إنهيبيشن رح يزيد عندي الأسيتيلكولاين. هسا الريسبترز يقسموا لقسمين رئيسيات، الكولينيرجيك ريسبترز، عندنا مسكرانيك ريسبترز وعندنا نيكوتينيك ريسبترز. طبعا في الفيديو الثاني حشرح انا بالتفصيل اماكن كل واحد وين بتلاقيه، ولكن بشكل عام النيكوتينيك ريسبترز بتلاقيه في السكيليتال ماسلز عند النيورو ماسكولار جنكشن او النيورو ماسكولار اند بليت، وبرضه بتلاقيه بالاوتونوميك جانجليون، برضه بتلاقيه بالجانجليا تمام. هسه بالنسبه للمسكرانيك ريسبترز، المسكرانيك ريسبترز بتلاقيهم بأماكن كثير في جسم الإنسان، منهم النيرز والهارت، سموث ماسلز، جلاندز، اندوثيليوم إلى آخره، وفي أماكن أكثر من هيك بكثير، وحيتم شرحهم برضو بالتفصيل بالفيديو المنفصل. هسا بالنسبة لهاي السلايد، هاي السلايد بكل بساطة أهم إشي تعرف لي عنه هو الأسيتيلكولاين. هون الأسيتيلكولاين الستركتشر تبعه صراحة الدكتور حسب كلام الدكتور هو مش مطلوب للحفظ، لكن انا شخصيا بنصحكم تحفظوه عشان تعرفوا طريقه عمل الاسيتيلكولاين استيريز، عشان تفهموا كيف بيشتغل عليه وكيف بيشتغل على الانهبيترز، كيف الانهبيترز بيعملوا انهبيشن للاسيتيلكولاين استيريز. فانا بفضل تعرفوا الاستراكشر علما انه مش مطالب بالامتحان تبع الاسيتيلكولاين. هسه الاسيتيلكولاين فيه مشكله، الاسيتيلكولاين الافينيتي تبعت الاسيتيلكولاين استيريز جدا عاليه، يعني إذا مثلا بعطيك إبرة أسيتيلكولاين بمجرد دخولها للدم الأسيتيلكولاين استيريز رح يكسرها بشكل سريع، فجسم الإنسان ما رح يلحق يأخذ الإفكت تبعت الأسيتيلكولاين. فالعلماء شو سووا؟ بدهم يدوروا على طريقة ثانية شان يستفيدوا شان يحصلوا على مسكرانيك إفكتس أو نحكي باراسيمباثيك كولينيرجيك إفكتس
بطريقة ثانية غير الأسيتيل كولاين، لأنه الأسيتيل كولاين بتحطم مجرد دخوله لجسم الإنسان. فشو سووا؟ مسكوا الأسيتيل كولاين وضافوا عليه ميثيل جروب، ضافوا عليه ميثيل جروب زي ما هي مبينة هون، وسموا المركب ميثاكولين، سموا المركب ميثاكولين. بعدين شو سووا غير هيك؟ مسكوا الأسيتيل كولاين وكمان سووا عليه شغلة ثانية، بدلوا الأسيتيل جروب اللي هي هاي بكاربامويل جروب اللي هي هاي، هاي اسمها كاربامويل جروب. فبدلوا أسيتيل جروب بكاربامويل جروب وعملوا مركب اسمه كارباكول. بعديها شو سووا؟ بعديها مسكوا الأسيتيل كولاين وسووا فيه الشغلتين مع بعض، أضافوا الميثيل جروب زي ما هي موضحة هون، وبنفس الوقت بدلوا الأسيتيت أو الأسيتيك جروب بالكاربامويل جروب. طبعاً واسم المركب اللي نتج معانا هو بيثانيكول، بيثانيكول. وهذا الجدول الصغير هو جدول صراحة مطلوب للحفظ، لازم تكونوا عارفينه. هي بتبين لك الأفينيتيز تبعت الريسبترز لكل مادة من هذول الأربع مواد. لاحظ الأسيتيل كولاين كيف الأفينيتي تبعت الأسيتيل كولاين استريز جداً عالية، يعني مجرد دخوله هاي ACE اختصار لأسيتيل كولاين استريز، فمجرد دخول الأسيتيل كولاين لجسم الإنسان الأسيتيل كولاين استريز بيحطمه بشكل سريع. لاحظ الأفينيتيز للمسكرانيك والنيكوتينيك تقريباً متشابهة. الميثاكولين، الميثاكولين الأفينيتي تبعت الأسيتيل كولاين استريز جدا قليلة. لاحظ المسكرانيك إفكت جدا عالية، والنيكوتينيك ريسبتر تقريبا ما برتبط فيه. فهذا الدواء الصراحة استخدموه فترة زمان بالعلاج، ولكنه اكتشفوا أنه سام جدا، مضر جدا وسام جدا. الكارباكول، الكارباكول لاحظ أنه ما برتبط بالأسيتيل كولاين استريز، تمام، وبرتبط بشكل بسيط بالمسكرانيك ريسبترز، وبرتبط برضه بالنيكوتينيك ريسبترز بشكل أكبر، تمام. فبرضه هذا المركب لم يتم استخدامه بشكل كبير. البيثانيكول، البيثانيكول هو كان افضل واحد عملوه، بحيث انه ما بيرتبط بالاسيتيل كولاين استريز، ما بيرتبط بالنيكوتينيك ريسبترز، ولكنه بيرتبط بالمسكرانيك ريسبترز بشكل بسيط. بس هذا هو تفصيل الجدول، لازم تعرفوا الافينيتيز لكل مركب من هذول المركبات. هسه بالنسبة للألكالويد، هذول هم اللي عندك المسكرين. احنا نعرف انه المسكرين بيرتبط على المسكرانيك ريسبترز. البيلوكاربين هو اتميمكس مسكرين، طلع استركتشر تبعه حتى مشابه الاستركتشر تبع المسكرين. الاثنين بيرتبطوا على المسكرانيك ريسبتر. وعندنا هنا النيكوتين، النيكوتين عندنا نعرف انه بيرتبط على نيكوتينيك ريسبترز، وفي اشي شبيه فيه بقلده برضو بيرتبط على النيكوتينيك ريسبتر اللي هو اللوبيلين. هسا لازم اكيد تعرف هذول الاشياء، طبعا الاستركتشرز مش مطلوبة، بس مطلوب تعرف الاسماء. طيب هسا بالنسبة لهاي السلايدة، بالنسبة لهاي السلايدة بهمني اللي هو بهمني بالنسبة لهاي السلايدة واللي بعدها، بالنسبة لهاي السلايدة واللي بعدها بهمني أهم إشي تعرف هو الفرق بين المسكرانيك ريسبتر والنيكوتينيك ريسبترز، تمام. هذا هو أهم إشي. في تفاصيل زيادة مكتوبة الدكتور يعني أخذناها زمان، يعني مثلا عندنا هون الـ تايب كالسيوم شانل، أخذنا زمان أنه في L تايب و T تايب، ولكن ما أتوقع هاي الشغلات مطلوبة منا. فالمطلوب بس تعرف بشكل عام أنك تميز بين المسكرانيك ريسبتر والنيكوتينيك، طريقة آلية عملهم. المسكرانيك ريسبترز لازم تعرف أنه المسكرانيك ريسبتر خصوصا M2 هو عبارة عن G بروتين كوبلد ريسبتر. إذا متذكرين شو معنى G بروتين كوبلد ريسبتر؟ هو بروتين، هو ريسبتر مرتبط بالجي بروتين، تمام. فلما يرتبط فيه ليجند بيعمل اكتيفيشن للجي بروتين، جي تي بي، جي دي بي بتصير جي تي بي، وبعديها بصير اكتيفيشن للجي بروتين. هسه بالام 2، بالام 2 فقط اللي موجوده بالهارت، الجي بروتين المرتبط بالجي بالام بالام ريسبتر هو جي اي انهيبيتوري جي بروتين، وبيعمل بشكل عام شغلتين. هذا البروتين بيفتح بوتاسيوم شانل، تمام، بحيث انه يطلع البوتاسيوم لبرا ويخلي فرق جهد الغشاء اكثر سالب. ثاني اشي بيعمله هو انه يعمل انهيبيشن لادينيليت سايكليز او ادينيل سايكليز، فبيقلل السي ام بي اللي عندنا في الخليه. وهذا هو الباثوي بشكل عام المكتوب تحت. عندنا الام 2 ماشي ستيمولييتس الجي اي بروتين اللي هو الانهيبيتوري جي بروتين، فبقلل ادينيليت سايكليز، بقلل السي ام بي، فبقلل الهارت ريت، وبقلل الفورس اوف كونتراكشن. طيب هسا بالنسبة للنيكوتينيك ريسبترز، النيكوتينيك ريسبترز زي ما حكينا نظام عملهم مختلف عن المسكرانيك ريسبترز. النيكوتينيك ريسبترز هم مش جي بروتين كوبلد ريسبترز، النيكوتينيك ريسبترز عبارة عن شانلز، شانلز بدخلوا صوديوم.
فاللي بصير انه اسيت الكولاين بيطلع من النيورون بشكل اكزوسايتوسيس، بيطلع باكزوسايتوسيس وبروح الاسيت الكولاين بيرتبط على الشانلز اللي هم النيكوتينيك ريسبتورز اللي موجودين على المسلز، تمام؟ فاللي بصير انه تفتح الشانلز، الصوديوم بفوت لجوا وبالتالي بصير عندنا EPSP. EPSP هي بنفس معنى انه يصير عندنا depolarization في المسل، بنفس المعنى. فلما تحكي EPSP اللي هي excitatory postsynaptic potential هي جدا مشابهة انك تحكي صار depolarization في المسل، وهذا هو النظام عمل النيكوتينيك ريسبتورز. وبشكل عام الاسيتيلكولاين استريز هو الانزيم المسؤول عن تكسير الاسيتيلكولاين في بعد ارتباطه بالنيكوتينيك ريسبتورز. طيب هسه بالنسبة لهاي السلايدة، هاي السلايدة طبعا أنا أغلبها شرحتها بالفيديو الآخر، بالفيديو الثاني اللي حعمله، تمام؟ ولكن حمر على كم من شغلة جديدة موجودة هون. أول إشي طبعا أنا شرحت بهذاك الفيديو أنه العين بشكل عام بتحكم فيها ثلاث عضلات، هم اللي بتحكموا بتوسع العين وتضيق العين والنير فيجن اللي هو الفوكس تبع العين. عندنا السيلياري مسل بتتحكم بالفوكس، عندنا الراديال مسل اللي بتعمل ميدرايسس اللي هو توسيع العين، وعندنا مايوسس سوري عندنا سيركولر مسل المسؤولة عن عملية المايوسس اللي هي تضييق العين. بس بحكي لك هون الإفكتس تبعت الكولينوميمتكس اللي هم الكولينوسيبتر ستيميولانتس الدايركت أكتنج اللي بيرتبطوا بالريسبتر وبشغلوه. حكينا أول طبعا بالفيديو الثاني مذكور كله هذا بالتفصيل، ولكن حمر عليه كمان مرة. عندك السفنكترز تبعت العين اللي بصير لهم كونتراكشن مايوسس. طبعا لما يحكي هون سفنكترز of the iris هون قصده السيركولر مسل، هي نفسها السيركولر مسل، اسم ثاني للسيركولر مسل. السيلياري مسل هي المسؤولة عن الفوكس النير فيجن، وبرضه المسؤول عنها هو الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم. فلما انا اعمل له ستيميوليشن راح يصير كونتراكشن للمسل. هسه في عندنا بالعين قناة اسمها كانال اوف شليم، قناة شليم، هاي القناة مش موضحة بالصورة بشكل كبير. هسه بشكل عام قناة شليم هي المسؤولة عن دخول وخروج السوائل من العين، تمام؟ فاللي بصير لما العين تتوسع، لما يصير بالعين ميدرايسس تتوسع، قناة شليم هاي بتسكر. طبعا برضو بصير كونتراكشن للسيلياري مسل. إذا صار كونتراكشن للسيلياري مسل وللراديال مسل اللي بصير أنه قناة شليم هاي بتتوسع بتتضيق بتسكر، تمام؟ فبالتالي بتمنع خروج السوائل من العين، فبتتراكم السوائل بالعين وبتسبب لنا جلوكوما بعد فترة. هسا في حال صار مايوسس تضيقت العين، قناة شليم تفتح والسوائل تخرج خارج العين، وبالتالي احنا هيك نتخلص من هاي السوائل. بس بالنسبة للهارت، الهارت تفاصيله وفي له كثير تفاصيل، وهي التفاصيل لازم تشوفوها في الفيديو الثاني، انا ما راح اذكرها هون لاني ذكرتها بذاك الفيديو وبديش اطول هاي المحاضرة. فبشكل عام اللي بصير بقل الهارت ريت، الكونتراكتيليتي سترينث بتقل ولكن بشكل بسيط، وبرضه شرحت ليش في الفيديو هذاك. بالنسبة للكوندكشن فيلوسيتي برضه بقل، وبرضه بقل عنا حكيناها الكونتراكتيل سترينث في الفنتريكلز. البلد فيسلز، البلد فيسلز بصير لهم دايليشن، وحنحكي برضو عن تفاصيل هاي الشغلة كمان شوي. ليش بصير دايليشن؟ بشكل عام هو بصير نتيجة انتاج النيتريك اوكسايد NO، لكن حكي عن التفاصيل كمان شوي في سلايدي كمان شوي بتشرح هذا الاشي. بالنسبة لللنجز، اللنجز اللي بصير فيهم هو كونتراكشن، تمام؟ والبرونكيال جلانز بصير لهم ستيميوليشن. برضو تفاصيل هاي الشغلات كلها مذكورة بالفيديو هذاك. بشكل عام كل هاي السلايدي واللي قبليها مذكورات بهذاك الفيديو بالتفصيل. الغاسترونتستينال تراكس الموتيليتي بتزيد، السفنكترز بصير لهم ريلاكسيشن، السكريشنز بزيدوا، اليورينري بلادر في عندنا عضلتين في اليورينري بلادر، ديتروزر مسل، وعندنا ترايجون عندنا ثلاث عضلات، عندنا ديتروزر مسل، عندنا ترايجون، وعندنا سفنكتر. الديتروزر مسل هي العضله الموجوده فوق، فبحيث انه لما هاي العضله تعمل كونتراكشن يصير عندنا voiding لليورين، اليورين يطلع من البلادر. الترايجون والسفنكترز هذول عضلات لازم يعملوا relaxation عشان أقدر أتخلص من البول. الجلانز، الجلانز بشكل عام الجلانز كل الجلانز اللي بجسمنا السكريشنز تبعتهم بتزيد من خلال الكولينو ميميتكس. أول إشي بدنا نبدأ نحكي بالorgan system effects عن cardiovascular
سيستم. هسا الأسيت الكولاين، الأسيت الكولاين إذا بتحطه بلو دوسس راح يعمل لنا فيزو دايليشن، راح يقلل البلد بريشر وراح يزيد الهارت ريت. بينما إذا بتحط لارجر دوزز، دوزز ذات ار لارج، راح يصير عندنا برادي كارديا، راح يقل نبض القلب وراح برضو يقل الكوندكشن فيلوسيتي ويصير عندنا هاي بوتنشل. هسه ليش شرحها، ليش لو دوزز هيك وليش هاي دوزز هيك؟ باللو دوزز الأسيتيلكولاين بفوت لجسم الإنسان وما بوصل للقلب، ما بلحق. الأسيتيلكولاين استريس حكينا أنه بشيله بشكل سريع، يعني ما بلحق يوصل للقلب. فهو مجرد دخوله لجسم الإنسان أول مكان رح يرتبط فيه على البلد فيسلز. طبعا إحنا بالفيديو هذا الثاني أنا ذكرت أنه البلد فيسلز ما عليهم باراسيمباثيتك انرفيشن، ولكن عليهم باراسيمباثيتك ريسبترز، عليهم باراسيمباثيتك ريسبترز اللي هم الكولينيرجيك ريسبترز، تمام، عليهم ام 3 وام 5. فهذول الريسبترز لما يرتبط فيهم اسيتيلكولاين يؤدي هذا الاشي الى افراز النيتريك اوكسايد، وبالتالي بيعمل فيزودايليشن. طبعا لما يصير عندي فيزودايليشن، راح يقل البريشر اللي جوا، فراح يصير عندي هايبوتنشن. هذا الاشي منطقي واخذناه، لما تزيد نصف قطر او تزيد قطر البلد فيسل راح يقلل البريشر اوف فلويدز ذاتس باسينج ثرو ات، يعني البريشر تبع الفلويدز اللي جواته راح يقل، فراح يصير عندنا هاي بوتنشن. ولكن الاسيتيلكولاين ما راح يوصل للهارت بحيث انه يقلل لي النبض تبع القلب، فقط راح يعمل لي هاي بوتنشن. هسه لما يصير عندي هاي بوتنشن، انا ذكرت قبل هيك بالبارو ريسبترز انه لما يقل عندي البلد بريشر، لما يصير عندي هاي بوتنشن البارو ريسبترز بيبعثوا امبولسز للدماغ، ومن الدماغ بوصل عندي رسالة للقلب من خلال السيمباثيتك نيرفس سيستم انه يصير فيه تاكي كارديا، يصير يدق اسرع، بحيث انه اقدر انا اعوض الهاي بوتنشن اللي صار معي. ولهذا السبب راح يصير عندي فيزو دايليشن، راح يصير عندي ريدكشن ان بلاد بريشر، وبنفس الوقت الهارت ريت راح يزيد. هسه في حالة حطيت لارج دوزز في أسيتيلكولاين، الأسيتيلكولاين رح يوصل للبلود فيسلز، رح يرتبط على الام 3 ريسبتر، رح يفرز نيتريك أوكسايد، ورح يعمل فيزو دايليشن، رح يقلل البلود بريشر، رح يصير عني هايبوتنشن. ولكن برضو رح يوصل للهارت ورح يعمل لي برادي كارديا، تمام. ولهذا السبب بشكل عام بصير عندي برادي كارديا، بقل الاي في نود كوندكشن فيلوسيتي، وبصير عندي هايبو تنشن، وبرضه بصير عندي طبعا فيزو دايليشن بالفيسلز. بالنسبه للي مكتوب تحت هون، عمليه السلوينج تبطيء الساينو اتريال نود اللي هي الاس اي نود والاتريو فنتريكولار نود اللي هي الاي في نود، لما تبطئ الكوندكشن من خلالهم راح يصير عندي إشي اسمه ريفلكس سمباثيتك ديسشارج. الريفلكس سمباثيتك ديسشارج هو انه بشكل عام يشتغل السمباثيتك سيستم بحيث انه يصير عندي تاكي كارديا، بحيث انه الهارت ريت يزيد عشان اعوض نقصان الهارت ريت اللي صار معي، او نقصان الفيلوسيتي الكوندكشن فيلوسيتي اللي صار معي. طبعا اليسيتد باي معناها كوزد باي، ماشي. فبشكل عام الريفلكس سمباثيتك ديسشارج از كوزد باي ذا ديكريز ان بلاد بريشر، يعني بصير عندي ديكريز في البلاد بريشر، وبالتالي وبرادي كارديا وسلوينج في الكوندكشن فيلوسيتي في الاس اي والاي في نود، وبالتالي بصير عندي ريفلكس سمباثيتك ديسشارج. والريفلكس سمباثيتك ديسشارج هاي بتساعد في تعويض الهاي بوتنشن اللي صار عندي. هسا بهاي السلايد، فكرتها بسيطه زي ما شرحنا هون. بهاي السلايد انا شرحت لكم انه الاسيتيلكولاين بيعمل فيزو دايليشن، هون بس نحكي كيف بيعمل فيزو دايليشن. فالمسكارينيك اغونيستس اللي هم نفسهم زي الاسيتيلكولاين بيعملوا فيزو دايليشن، اليه عملهم انهم بيرتبطوا على ام 3 وام 5 ريسبترز موجودين على الاندوثيليال سيلز، فبيحفزوا انتاج النيتريك اوكسايد. بعديها النيتريك اوكسايد لانه غاز بيطلع بكل سهوله من الاندوثيليال سيلز للمسلز، للسموث مسلز اللي موجوده على الفيسلز، وبزيد السي جي ام بي، بيعمل اكتيفيشن للجوانيلين سايكليز وبزيد السي جي ام بي، وبالتالي بيعمل ريلاكسيشن للبلد فيسلز، وبالتالي فيزو دايليشن، وبصير عندنا هاي بوتنشن.
هسا بالنسبة للبيلوكاربين، البيلوكاربين هو عبارة عن كولينو ميميتك مشابه للستركتشر تبع المسكرين. هسا البيلوكاربين يتميز بشغلة أنه بيقدر يوصل للجانجليا، ويرتبط على M1 ريسبترز موجودين في الجانجليا. ولهذا السبب اللي بصير أنه لما نعطي واحد بيلوكاربين أول إشي بصير عنده هايبوتنشن، بعدين بصير عنده هايبرتنشن. أول إشي بصير عنده هايبوتنشن بعدين هايبرتنشن. ليش هذا الإشي بصير؟ لأنه أول ما أعطي البيلوكاربين أول مكان بيرتبط عليه البيلوكاربين هو مسكرانيك ريسبتر اللي هو M3 وM5 الموجودين على البلد فيسلز، وبالتالي بيعملوا فيزودايليشن بالميكانيزم اللي حكيتها قبل شوي، تمام؟ وبالتالي طبعا بصير عندنا هاي بوتنشن. بعدين البيلوكاربين حكينا انه فيه شغله مميزه انه بيقدر يوصل للجانجليا، فلما يوصل للجانجليا وهذا الاشي بياخذ وقت، عشان هيك اول اشي بصير هاي بوتنشن. بيرتبط البيلوكاربين حكينا اول اشي بيرتبط على البلد فيسلز، هسه بدنا نحكي انه بيرتبط وين؟ في السمباثيتك، في الجانجليا الموجوده على السمباثيتك نيرفس سيستم على الام 1 ريسبترز، وبالتالي بحفز هاي بحفز السمباثيتك نيرفس سيستم فبيعمل لنا فيزو كونستريكشن، فشان هيك بصير هايبرتنشن. فاول ما تعطي البيلوكاربين طبعا ما بيعتمد على التركيز، يعني ما له دخل تركيز البيلوكاربين بشكل عام، انت بتعطي كميه بسيطه حتى من البيلوكاربين اول شيء بصير عندي هايبوتنشن بعدين هايبرتنشن نتيجه اللي حكيت لكم، نتيجه ارتباطه على الام 1 ريسبترز. طبعا هاي الافكتس كلياتها الهايبو والهايبرتنشن تقدر انك اكيد تقاومها من خلال اتروبين، من خلال انك تعطي اتروبين. هسه الريسبيراتوري سيستم، الريسبيراتوري سيستم كثير ذكرنا شو بيسوي فيه، البيلوكاربين لما يرتبط بالريسبيراتوري سيستم راح يعمل برونكو كونستريكشن وراح يزيد البرونكيال سيكريشنز، وبره تم ذكر تفاصيل هاي الشغله بالفيديو الثاني. الجاسترو انتستينال تراك بشكل عام راح تزيد الموتيليتي طبعا في المعده، او مش بس في المعده، فعليا في الجي اي، في الجي اي كلياته العضلات اللي فيه لما تعمل كونتراكشن بتتحرك بطريقه معينه بنسميها بيريستالتيك موفمنت. ها هي اليه حركه الجي اي لما يعمل كونتراكشن للسموث ماسلز اللي موجودين في الوولز تبعت الجي اي. فالبيريستالتيك اكتيفيتي راح تزيد، السكريشنز راح تزيد، والسفنكترز راح يصير لهم ريلاكسيشن. طبعا هذا الاشي بيتم عن طريق الام 3 والام 2 ريسبترز. هسا الجينيتو يورينري تراكت، الجينيتو يورينري تراكت حكينا انه مسؤول عنه ثلاث عضلات مين اللي احنا اخذناهم لحد هسا، ديتروزر مسل، ترايجون مسل وسفنكتر مسل. هسا بالنسبه للديتروزر مسل بصير لها كونتراكشن عشان تعمل فويدنج لليورين، وعندنا الترايجون والسفنكتر بصير لهم ريلاكسيشن تو بي ايبل تو جيت ريد اوف ذا يورين. وبرضه هون عندنا ام 2 وام 3 ريسبترز نفس same as in intestinal smooth muscles. هسا لازم تعرف شغلة إنه the human uterus is not sensitive to muscarinic agonists، والسبب لأنه ما في عنا parasympathetic innervation في اليوترس، وهذا هاي المعلومة برضو ذكرتها أنا بالفيديو الثاني، ما عنا parasympathetic innervation، فبالتالي لما تعطي أنت muscarinic agonists ما راح يأثر على اليوترس بشكل كبير. هسا بالنسبة للسكريتوري جلانز بشكل عام السكريشنز بتزيد لما تعطي انت مسكرانيك اغونست. هسا بالنسبة للسنترال نيرفس سيستم، هسا اهم اشي لازم تعرفوه هون انه بالبرين بالدماغ عند الانسان في كثير مسكرانيك ريسبترز، وبالسباينال كورد في عندي كثير نيكوتينيك ريسبترز. فالبيلوكاربين، مصح بيرتبط على المسكرانيك ريسبترز في الدماغ، فإذا وصل للدماغ البيلوكاربين احتمال يسبب إبيليبسي اللي هو الصرع، تمام، ويسبب مشاكل ثانية. هسا بالنسبة للنيكوتين، النيكوتين بشكل عام احنا بنعرف انه بيرتبط بأماكن برضه بالسباينال كورد وبسبب لنا تريمر اللي هو التشنجات، بسبب لنا إمسس اللي هي عملية الاستفراغ vomiting، وبرضه it stimulates the respiratory centers. إذا بتحط very high concentrations of nicotine راح تسبب لنا convulsions، وبرضه ممكن تدخلنا في كوما، fatal كوما ممكن تقتلنا. هسا بالنسبة للautonomic ganglia، الautonomic هسا احنا نحكي عن الganglia بشكل عام،
تمام. هسه بشكل عام الجانجليا احنا بنعرف انه في جانجليا في السمباثيتك نيرفس سيستم والباراسمباثيتك نيرفس سيستم، وبنعرف انه هناك في نيكوتينيك ريسبترز بيرتبط عليهم نيكوتين. فاذا انا اعطيت واحد نيكوتين بالمنطق راح يرتبطوا على في الجانجليا هاي وراح يحفزوا، طبعا راح يحفزوا الاثنين السمباثيتك نيرفس سيستم والباراسمباثيتك نيرفس سيستم. طب شو اللي بيحدد لي هل راح يصير عندي سمباثو ميميتك افكت ولا باراسمباثو ميميتك افكت؟ يعني شو اللي بيحدد لي هل الباراسمباثيتك راح يشتغل اكثر ولا السمباثيتك راح يشتغل اكثر؟ هذا الاشي بيعتمد على التون. التون تبعه احسن اعلى، الانرفيشن تبعه اعلى بشكل عام، عملية ارتباط النيكوتين في الجانجليا تبعته راح تسبب لي إفكت أعلى. يعني النيكوتين بيرتبط على السمباثيتك وعلى الباراسمباثيتك في الجانجليا على النيكوتينيك ريسبترز الموجودة في ثنتين، ولكن الإفكت راح تكون أقوى بكثير، راح تكون أقوى مثلا بالسمباثيتك لأنه التون تبع السمباثيتك أعلى. فنأخذ مثال السيريبروفاسكولار سيستم، في السيريبروفاسكولار سيستم التون أعلى للسمباثيتك نيرفس سيستم، ففعليا أنا ححفز الاثنين السمباثيتك والباراسمباثيتك، ولكن السمباثيتك راح يتفعل بشكل أكبر، ولهذا السبب النيكوتين في السيريبروفاسكولار سيستم راح يعطيني سيمباثوميميتك افكت، راح يعمل لي هايبرتنشن تاكيكارديا، واحتمال التاكيكارديا تبدل يعني تصير براديكارديا طبعا من خلال الفيجال ديسشارج، لانه لما يصير عندي هايبرتنشن وتاكيكارديا بشكل عام جسم الانسان بيحاول انه يقلل الهارت ريت من خلال مجموعه من الفيجال ديسشارجز عشان اعوض التاكيكارديا اللي صارت معي، اقلل نبضات القلب. هسه بالنسبه للجي اي تي واليورينري تراكت، المين تون هو الباراسمباثيتك نيرفس سيستم. الباراسمباثيتك نيرفس سيستم مسؤول اكثر عن الجي اي من واليورينري تراكت من السمباثيتك نيرفس سيستم. فانا فعليا لما اعطي نيكوتينك اجونست راح احفز الاثنين، ولكن بشكل عام المسيطر راح يكون الباراسمباثيتك، فححصل على باراسمباثوميميتك افكت. يعني من الاخر احصل على باراسمباثيتك افكت، راح يصير عندي نوجا، فوميتنج، دايريا، افويدنج اوف ذا يورين. هسه اذا بضل، اذا صار عندي برولونجد اكسبوجر، يعني بضل احط نيكوتين نيكوتين نيكوتين، راح احتمال يصير عندي بلوكيد، وحشرح البلوكيد كمان شوي. النيوروماسكولار جانكشنز، طبعا احنا بنعرف انه النيوروماسكولار جانكشنز فيهم نيكوتينيك ريسبترز وبيرتبط فيهم أسيتيل كولاين. فأنا بشكل عام أعطيت شخص نيكوتين وممكن يرتبط على نيكوتينيك ريسبترز الموجود في النيوروماسكولار جانكشنز، هذا الإشي بيسبب لي فاسيكوليشنز. شو معنى فاسيكوليشنز؟ فاسيكوليشنز يعني العضلة تصير تشد وترخي تشد وترخي تشد وترخي. هسه إذا بظل حاط النيكوتين لفترات طويلة أو بزيد تركيز النيكوتين بشكل كبير، احتمال يسوي لي إشي اسمه depolarization blockade. يعني من الآخر راح يصير عندي depolarization وما راح يصير repolarization، وحتى لو صار repolarization الريسبترز بظلوا insensitive، يعني من الآخر ببطلوا يرتبطوا، تمام، ببطلوا يرتبطوا بإشي ثاني، بظلوا مرتبطين وبظل الإفكت شغال بشكل دائم، وهذا الإشي بسبب لي flaccid paralysis لأنه العضلة بتظل مشدودة، فبتسبب لي شلل في العضلة، وبالعادة بتقتل الشخص إذا صارت بالrespiratory centers لأنه الrespiration بتوقف. هسا حنحكي عن الindirect والdirectly acting، حنحكي عن الindirectly acting كولينوميميتكس. الاندايركتلي اكتنج كولينوميميتكس حكينا احنا نظام عملهم بشكل عام هو من خلال انهم يعملوا انهيبيشن للاسيتيل كولاين استريز، تمام، ويقسموا الى قسمين رئيسيات، عندنا ريفرسبل كولين استريز انهيبيترز وعندنا الريفرسبل كولين استريز انهيبيترز اللي هم الاورجانوفوسفيتس. هسه بالنسبه للريفرسبل كولين استريز انهيبيترز في ثلاث امثله، طبعا في حناخذ امثله كثير بعدين، هنأخذ أمثلة كثير بعدين، ولكن حالياً إحنا أهم إشي هذول الثلاث أمثلة تعرفوهم لحد الآن. أول مثال هو النيوستيجمين، هذا هو الستركتشر تبع النيوستيجمين. طبعاً النيوستيجمين فيه كاربامويل جروب اللي هي رقم واحد، وفيه نيتروجين كواترنري مشحونة، وهي الشحنة مهمة جداً وحنحكي عنها في أكثر من مكان كمان شوي. هاي الشحنة جداً مهمة الموجودة على النيتروجين لأنها كواترنري نيتروجين.
تمام. هذول هم اهم شيء تعرفهم عن النيوستيجمين. ثاني واحد هو الفايسوستيجمين. الفايسوستيجمين زي ما انت شايف عنده كاربامويل جروب, عنده تيرتشري نيتروجين, فما عنده شحنه. وبرضه هذا الاشي مهم انه ما عنده شحنه, حنحكي عنه كمان شوي. اخر واحد هو الادروفونيوم. الادروفونيوم لاحظ انه ما عنده استر بوند اصلا, ما عنده كاربامويل جروب, ما عنده استر بوند, تمام. وكواترنري برضه زي النيوستيجمين. هسا بالنسبة هسا بدنا نحكي بشكل عام عن الأسيت الكولاين استريز. هسا أكيد إحنا بدنا نحكي كيف نعمل إنهيبيشن للأسيت الكولاين استريز. فأول إشي لازم نعرفه هو آلية عمل الأسيت الكولاين استريز. كيف الأسيت الكولاين استريز بيعمل إنهيبيشن أو بيعمل بقص الأسيت الكولاين؟ بشكل عام الأسيت الكولاين استريز يتكون من مكانين رئيسيات. أول مكان بنسميه الأنايونيك سايت, ثاني مكان بنسميه الاستريك سايت. الأنايونيك سايت من اسمه هو مكان موجود على الأسيت الكولاين استريز وشحنته سالبة. والمكان الثاني هو الاستريك سايت, فيه سيرين ريزيديو, وهاي السيرين الموجودة في الاستريك سايت راح ترتبط على بالاستر بوند اللي موجودة على الأسيت الكولاين, تمام. فاللي بصير انه اول اشي الشحنة الموجبة اللي على الأسيت الكولاين, وتتذكروا الاستركتشر تبع الأسيت الكولاين, كان عنده كواترنري نيتروجين فشحنته موجبه, فراح ينجذب للانايونيك سايت وراح يعمل الكتروستاتيك انتراكشن. وبعديها بيرتبط الاستر بوند, بترتبط بعنا الاستريك سايت, تمام. واللي بصير عمليتين كليفج, عمليتين اللي بصير عمليتين كليفج مهم تعرفهم. اول عمليه كليفج راح تصير هون, ثاني عمليتي هاي العمليه هي العمليه السهله. هاي العمليه بتصير في كل مكان, بتصير بالاسيت الكولاين, بتصير بالريفرسبل, وبتصير برضو بالريفرسبل. هاي العمليه عمليه القص في هذا المكان. لكن بعدين شو بصير الاسيت الكولاين؟ عمليه الكليفج الثانيه هي ان نقص هون. ها هي العمليه اللي بالعاده بتكون صعبه في الاسيت الكولاين استريز انهيبيترز, تمام. في الريفرس في الاندايركت انهيبيترز بالعاده عمليه قص هاي الرابطه هي اللي بتكون صعبه, لكن عمليه قص الرابطه الاولى بتكون سهله. هسه خلينا نحكي عن اليه عمل النيوستيجمين الادروفونيوم بشكل عام. هسه النيوستيجمين زي ما انتم شايفين هون نفس الشيء, حكينا عنده كواترنري نيتروجين شحنته موجبه, بنجذب للانايونيك سايت, بعديها بالاستريك سايت, بالاستر بوند بيعمل رابطه بالاستريك سايت, تمام. فلاحظ عملية الكليفج الأولى صارت بكل سهولة, ما فيها أي مشكلة. هاي نقص زي ما أنتم لاحظوا, استنى شو بس طلع القلم. عملية القصة الأولى صارت. لو تطلع لي هون كان عندنا بوند انقصت من هون. هاي العملية سهلة وما بتحتاج إشي, لكن عملية قص الرابطة الثانية هي اللي بتأخذ وقت طويل, وشان هيك بصير عندنا انهيبيشن للمركب للأسيت الكولاين استريز, لأنه الرابطة الثانية هاي ما بترضى تنقص بسهولة. فإذا كان ريفيرسبل, إذا كان ريفيرسبل ممكن تنقص بهايدروليسس بعد فترة, بس بتطول شوي, عشان هيك بنسميه ريفيرسبل انهيبيترز, لأنها بتنقص هاي الرابطة, مش مستحيل تنقص ولكن بدها وقت. بينما بالريفيرسبل انهيبيترز هاي الرابطة ما بتنقص, ما بتروح إلا في حالة عطيت أنا دواء, تمام. حتى في تفاصيل أكثر من هيك, والموضوع الايجينج راح أشرحه كمان شوي لما نوصل له. الإدروفونيوم, طبعا الإدروفونيوم تتذكر أنه ما عنده إستر بوند, ما عنده كاربامويل جروب, فبشكل عام هو عنده البوزيتيف, لأنه كوترنري نيتروجين راح ينجذب للأنايونيك سايت. بعديها ما راح يعمل كوفيننت بوند هون أو إستر بوند, ما راح يعمل كوفيننت بوند, راح يرتبط بالإستريك سايت بهايدروجين بوند. ولهذا السبب فعليا الإدروفونيوم المفعول تاعه مدته قليلة, just a couple of minutes. ليش طيب بضع دقائق بس؟ لأنه بيعمل هيدروجين بوند بس, بينما المركبات الثانية بتعمل كوفيلنت بوند, فصعب أنك تكسرها. هسا بالنسبة للإرريفيرسبل كولينستريز إنهيبيترز اللي هم الأورغانوفوسفيت, في عنا أنواع كثير صراحة مطلوب إنك تعرفهم. طبعا الستركتشر تبعهم برضو مش مطلوب. أول واحد هو السومان, عنا إيكوثايوفيت, عنا باراثايونز وملاثايونز, وفي غيرهم كمان السارينجاز والفي إكس, هذول هم اللي انذكروا معنا. هسا في شغلة لازم تعرفهم عن الباراثايونز والملاثايونز, أنه شايف هاي السلفر, هاي السلفر لازم تتحول لأكسجين
شان يصير بالاكتف فورم، شان يصير شغال، يعني شان يعمل انهيبيشن لازم هاي السلفر تتحول لاكسجين زي هيك. تركي صارت اكسجين وبصير المركب اسمه باراوكسون، ونفس الشيء الملاثيون لازم يصير ملاوكسون. لاحظ هون السلفر هاي راح تتحول لاكسجين وراح يصير اسمه ملاوكسون. هذا عشان يصير بالاكتف فورم ويعمل لي انهيبيشن. هسه بشكل عام، شايف لي هذا الخط المعرج؟ هاي هذا المكان اللي راح يصير فيه قصه الاولى. مش احنا حكينا في عمليتين قص، تو كليفجز. اول واحده السهله اللي بتنقص دائما، اول عمليه قص السهله راح تصير هون في الايكوثايوفيت، في الصومان راح تصير هون مكان الداشت لاين. ومش هي مذكوره بالباراوكسون والملاوكسون، راح تصير في هاي الاماكن الموضحه انه هون يعني بعد الفوسفيت. هاي القصه الثانيه هي الصح. القصه الثانيه هسه نحكي عن الكليفج الثاني اللي بصير هون. زي ما انت شايف طبعا بنجذب للانايونيك سايت وبرتبط كوفلنتلي بالاستريك سايت، اللي بصير طبعا اول اشي انه هاي الرابطة بتنكسر. حكينا هاي الرابطة سهل انها تنكسر، فبتنكسر هاي الرابطة وبيروح وبتروح هاي المجموعة خلص بتروح، وبضل هاي الرابطة قوية، هاي الرابطة صعب انها تنكسر. هسا في اشي لازم تعرفوه، في عندي مركبات زي براليدوكسين، زي هذول المركبات لو تعطيهم للاسيتيلكولين استريز، هاي زي هذا هو البراليدوكسين، لو تعطيه للاسيتيلكولين استريز بيروح بيرتبط بيعمل رابطه زي ما انت شايف وبفك المركب عن، بيروح بفك المركب او الاورجانوفوسفيت بيروح بفك عن الاسيتيلكولين استريز. لكن هاي العمليه ما بصير نعملها الا اذا ما صار ايجينج، يعني اذا صار ايجينج ما راح نقدر نعالج الموضوع، راح تصير رابطه كثير قويه، وحتى لو عطينا براليدوكسين ما راح تكسر هاي الرابطه الثانيه لانها بتصير كثير قويه. فاللي بصير فعليا هو اول شيء زي ما حكينا، هسه بدي اشرح عمليه الايجينج كيف بتصير. اللي بصير طبعا احنا شرحنا اول شيء انه عمليه الكليف، هي ارتبط المركب، بعدين بتصير عمليه الكليفج الاولى هون بهاي المنطقه، بعدين اللي بصير هاي راحت طلعت المجموعة، بعدين هسا بدنا نقص هاي الرابطة لهون. هسا هاي الرابطة قوية ما بتنقص بسهولة، فالرابطة حكينا الرابطة الأولى بتنكسر حلو. هسا المجموعة الثانية هسا بصير عندنا ثاني كليفج. هسا الثاني كليفج إذا صار هون في على هاي الرابطة تمام، ما في أي مشكلة، هيك بفك المركب. لكن الأورجانوفوسفيت ما راح يصير الكسرة الثانية هون أو الكليفج الثاني هون، راح يصير الكليفج الثاني على هاي الرابطة اللي هون، فراح يصير عندي إشي اسمه ايجينج. إذا هاي الكسرة صارت طلع كيف هاي الرابطة بتصير قوية جدا وصعب تكسرها حتى لو عطينا أدوية زي براليدوكسيم اللي فعليا إحنا بنسميهم ريجينريترز أوف كولينستريزز. هذا الستركتشر، هاي طبعا نفس السلايد معادة. هسا بالنسبة للأبسوربشن ديستريبيوشن أند ميتابوليزم، هسا احنا حكينا عنا كواتيرنري نيتروجنز او كواتيرنري كاربونيتس وعنا تيرتشري. زي مين الكواتيرنري لو بتتذكروا؟ زي النيوستجمين. النيوستجمين مش كان عنده نيتروجن ذات از كواتيرنري عليها شحنه موجبه، والادروفونيوم نفس الكلام تمام، والفايسوستجمين لو بتتذكروا كان عنده تيرتشري نيتروجن ما عليها اي شحنه. لهذا السبب احنا بنعتبر النيوستجمين والادروفونيوم لايبوفوبيك، ما they are highly insoluble in lipids تمام. ولهذا السبب عملية امتصاصهم من خلال الكونجنكتيفا السكين واللنجز جدا ضعيفة. فلو اني اعطيك اورال دوز، يعني من خلال الفم اعطيك اورال دوز لكواتيرنري كاربامات، I will need much larger doses. يعني لو بتعطيك نيوستجمين أورالي لازم أعطيك large doses لأنه أنا عندي charge، فهذا الإشي بيخليه insoluble تمام. هسا بالنسبة للفايسوستجمين، الفايسوستجمين حكينا أنه tertiary ما عليه شحنة، فلهذا السبب هو يعتبر lipophilic، يعني عادي بمر من خلال الليبيدز. ولهذا السبب لو تأخذوا أورالي مش مشكلة. هسا في شغلة لازم تلاحظوها وتركزوا عليها، هي تأثير الكواتيرنري كاربامات والتيرتشري كاربامات على السنترال نيرفس سيستم. هسا لو تلاحظ النيوستجمين
هسه لو تتذكروا النيرفس سيستم اللي عندنا, في عندنا بالسنترال نيرفس سيستم شيء اسمه بلاد برين بارير. هذا الشيء ما بمر منه الا اشياء هايلي لايبوفيليك, يعني اي شيء لايبوفوبيك ما بمر منه. ولهذا السبب الكواترناري كاربامات تاثيرهم على السنترال نيرفس سيستم شبه معدوم, بينما الفايسوستيجمين يتم امتصاصه بكل مكان وبالتالي اثره على السنترال نيرفس سيستم بيكون قوي. ولهذا الفايسوستيجمين نعتبره مور توكسيك ذان بولر كواترناري كاربامات. هسا بالنسبه لهي السلايد, احنا اول شيء شرحنا الابزوربشن والديستريبيوشن, هسا بدنا نشرح الميتابوليزم. هون زي ما انتم هون شايفين الكارباميتس بشكل عام الميتابوليزم تبعهم بصير من خلال استريزز, بغض النظر كانت نون سبيسيفيك استريزز ولا كولين استريزز. استريزز هم المسؤولين عن الكارباميتس ميتابوليزم. طبعا ديوريشن فتره او the length of the effect, طول الوقت بالزمن, بيعتمد على قديش الرابطة بين الانهيبيتر والإنزيم ستيبل, يعني قديش بتكون مستقرة هاي الرابطة. كل ما كانت مستقرة أكثر كلما هذا الدواء عمل لي انهيبيشن للأسيت الكولينستريزز بشكل أكبر, للكولينستريزز بشكل أكبر. طبعا انت الاورجانوفوسفيتس احنا حكينا عنهم, الاورجانوفوسفيت اللي هم الريفرسبل انهيبيترز. هسه بشكل عام الاورجانوفوسفيتس ما عليهم اي شحنات, وهذا الاشي بيخليهم هايلي لايبوفيليك, فذي ار ويل ابزوربد باي ذا سكن لانجز جات والكونجنكتيفا. فبالتالي ولهذا السبب الاورجانوفوسفيتس ار اكستريملي دينجرس تو هيومنز, ذي ار هايلي توكسيك. للسبب بكمن انه اول اشي ذي ار اورجانوفوسفيتس, يعني بيرتبطوا ما بفكوا, ذي ار ريفرسبل انهيبيترز, وإذا صار لهم ايجينج حتى لو اني اعطيك ادوية ما راح اعالج لك المشكلة, ما راح اعالجك, يعني ما راح افك الاورجانوفوسفيت عن الاسيت الكولين استريز, وحيظل الاسيت الكولين استريز انهيبيتد. وثاني سبب they are highly hydrophobic, يعني lipophilic, يعني من الاخر بيقدروا يمروا من البلاد برين بارير, بيقدروا يمروا من البلاد برين بارير وبيقدروا يوصلوا للسنترال نيرفس سيستم ويسببوا لي مشاكل هناك. طبعا اخر معلومه المذكوره تحت انا ذكرتها قبل هيك, انه الباراثيونز والمالاثيونز must be activated in the body by converging to the oxygen analogs. مش حكينا لازم تحول الباراثيونز والمالاثيونز من السلفر, تشيل السلفر وتحط بدالها اكسجين عشان تحول الباراثيون لباراوكسون والمالاثيون لمالاوكسون عشان يصيروا activated. هسا هذا الجدول الصراحة أنا بشوف أنه حفظ, لازم تحفظ الأدوية كلياتهم. طبعا الديوريشنز بس خذ فكرة عنهم, يعني الأورجانوفوسفيتس راح يطولوا, راح يقعدوا 100 hours, الريفرسبل انهيبيترز راح يقعدوا a couple of hours, والإدروفونيوم هذا راح يقعد a couple of minutes. ليش ذكرت هذا السبب قبل هيك؟ لأنه بيعمل هيدروجين بوند, ما عنده كاربامويل جروب حيث أنه يعمل كوفيلنت بوند, فبيعمل هيدروجين بوند. بالنسبة للأمراض اللي احنا بنستخدمها عشان نعالج هذول الأدوية, برضو هذول حفظ, هذول مطلوبات أنك تحفظهم, راح ينذكروا بعدين كمان مرة لما ندرس كل مرض لحاله. مش بتوقعش بهاي المحاضرة, أتوقع بالمحاضرة اللي بعديها بالكلينيكال يوزز راح تحكوا عن مرض من هذول الأمراض, وراح تحكوا إيش هم الأدوية اللي نستخدمهم لعلاج. فهذا الجدول بلخص لكم هاي الأشياء. هسا بالنسبة للميكانيزم أوف أكشن, هسا أغلب هاي السلايد أنا ذكرتها قبل هيك, فعليا كلها ذكرتها قبل هيك. حكينا أنه أول نقطة اللي فوق هاي, حكينا أنه وظيفتهم الأسيتيلكولين إنهيبيترز, أسيتيلكولين إستريز إنهيبيترز, أنه بيعملوا إنهيبيشن الأسيتيلكولين إستريز وبالتالي بيزيدوا الأسيتيلكولين, وهذا هو المذكور بأول نقطة. بثاني نقطة المكتوب أنه الإدروفونيوم بيعمل هيدروجين بوند, فبتكون ضعيفة. تمام, وبشكل عام بحكي لك عن كيف بيشتغل, يعني أنه بيرتبط هو إلكتروستاتيكالي بالأنيونيك سايت وهيدروجين بوند بالأكتف سايت, وبيمنع ارتباط الأسيتيلكولين. ولكن الإفكت تبعته اللي هي موجودة بثالث نقطة, الإفكت تبعته جدا قليلة, بتكون short lived 2 to 10 minutes. بالجدول كان مكتوب 5 to 10 minutes, بعرف هسا ما رح يسألنا بالضبط عن الوقت, لكن لازم لو سألك مثلا إيش أقل وحدة أو does it last hours or minutes, لازم تكون تعرف هاي الشغلة. هسا بالضبط ما رح يحكي لك 2 to 10 minutes بخيار ويحط لك بالخيار الثاني 5 to 15 minutes, بس بشكل عام انت عارف انها اقل من نص ساعة المفعول تبعها بيظل موجود.
تمام. وهاي الميكانيزم اوف اكشن. نحكي الكربميت استرز برضو هاي الشغلات انا حكيتها, النيوستيجمين والفايسوستيجمين بيصير لهم 2 ستيب هيدروليسيس سيكونس سيميلر تو اسيتيلكولاين, يعني زي الاسيتيلكولاين عمليتين كسر بتصير. عمليه الكسر الاولى بتصير عند الاستر بوند بالنص, وعمليه الكسر الثانيه بتصير بالكوفالنت بوند اللي احنا كوناها مع الاستريك سايت. فبصير عندي 2 ستيب هيدروليسيس في حتى في النيوستيجمين والفايسوستيجمين بتصير عمليه الكسر. عمليه الكسر الاولى حكينا بتصير بشكل سهل, لكن عمليه الكسر الثانيه هي اللي بتاخذ وقت, ولهذا بقعد فعليا النيوستيجمين والفايسوستيجمين بقعدوا ساعات, لانه عمليه كسر الرابطه الثانيه بدها فعليا ساعات. The covalent bond of the carbamoylated enzyme is more resistant to the second hydration process and this step is correspondingly prolonged 30 minutes to 6 hours. وهي المعلومه هسه حكيتها انه عمليه كسر الرابطه الثانيه هي العملية الصعبة, مش العملية الكسر الرابطة الأولى, وهي اللي بتأخذ وقت وبتطول لنا. عشان هيك الريفيرسبل انهبيترز بقعدوا فترات طويلة. هسا بالسلايد اللي قبل هاي حكينا عن كيف بيشتغلوا الريفيرسبل انهبيترز. هسا هون بدنا نحكي عن الأورغانوفوسفيتس اللي هم الريفيرسبل انهبيترز كيف بيشتغلوا. نظام عملهم نفس الشيء, أول شيء بصير عندي هيدروليسس للرابطة الأولى ماشي, ولكن الرابطة الثانية صعب أنها تنكسر, مستحيل أنها تنكسر بدون مساعدة, تمام. فاللي بصير أنه بيرتبط وبصير عندي phosphorylated active site. لو تتذكروا الستركتشر تبع الأورغانوفوسفيتس اللي هو هون, لاحظوا هاي فوسفيت اللي هون وهاي فوسفيت, كلياتهم فيهم فوسفيت. فهاي الفوسفيت هي اللي بترتبط بالاستريك سايت زي ما انتم شايفين هون, وبتعمل لي رابطة زي كأنها بتعمل لي فوسفوريليشن للأكتف سايت, انهيبيشن للأكتف سايت. فبالتالي بصير عندنا انهيبيشن مطول لأنه صعب أنك تفكها. هسا في عندي بروسس أنا ذكرته قبل هيك لكن مذكور بهاي السلايد وحرد أشرحه, اللي هو موضوع الايجينج. لما يصير عندنا الهيدروليسيس الاول اكسر اول رابطه اللي بالنص هاي اللي سهل تنكسر, في عندي الرابطه الثانيه صعب انها تنكسر بتظل موجوده. هسا اذا انا اعطيتك ادويه زي براليدوكسين اللي بصير انها بترتبط وبتفك, وهذول الادويه بنسميهم كولينستريز ريجينريترز, ولكن في عمليه اسمها ايجينج ممكن تصير. ايش الايجينج؟ الايجينج بكل بساطه ذكرتك قبل هيك حعيدها, انه تفك عندي كمان رابطه من الفوسفيت, تنكسر كمان رابطه, يصير هيدروليسيس لكن مش على الكوفالنت بوند اللي كوناها, لا في مكان ثاني. هذا الاشي بيقوي الرابطه الكوفالنت بوند الفوسفوريليشن بيقويه بشكل كبير, فبصير شبه مستحيل انك تكسر هاي الرابطه. يعني حتى لو تعطي براليدوكسين اذا صار ايجينج ما راح نستفيد اشي. هون بس مكتوب لك انه في عندي some warfare agents زي سومان, هذول 10 دقائق بس, 10 دقائق بسووا aging. فإذا أنت معك 10 دقائق فعليا تأخذ برالدوكسيم كافي أنك تقدر تفك كل الصومان عن الأسيتيلكولين استريز. 10 دقائق إذا صار aging ما رح يفك في حياته. والفي إكس هذا another warfare بس بأخذ 48 hours. ما أتوقعش الأرقام هنا مطلوبة للحفظ, يعني مش غلط تقرأهم وتعرفهم. هسا بدنا نحكي عن الأورغان سيستم إفكتس زي ما احنا متعودين. طبعا صار هذا الإشي أكثر مرة, كل ما نأخذ دواء جديد نيكوتين بيلوكاربين إلى آخره راح نحكي عن الأورغان سيستم إفكتس تبعته لكل سيستم في جسمنا. فهسا راح نحكي احنا عن الكولينستريز إنهيبيترز اللي هم زي النيوستيجمين والفايسوستيجمين الأورغانوفوسفيت, وهذول شو تأثيرهم علينا. هسا بشكل عام اذا كانوا ليبيد سوليوبل, لا بالسنترال نيرفس سيستم اثرهم بس بصير اذا كانوا ليبيد سوليوبل, يعني ما عندهم شحنه, يعني نيوستيجمين وادروفونيوم ما لهم اي اثر على السنترال نيرفس سيستم, ولو في اثر بكون هذا الاثر تقريبا يعني معدوم فبنتجاهله, تمام. ولكن في حال كان ليبيد سوليوبل يعني زي الاورغانوفوسفيت زي الفايسوستيجمين, في هاي الحالات إذا بتحط low concentrations تراكيز بسيطة بيسوي لك alerting response, يعني بتصحصح يعني بتركز تصحى, تمام. هذا هو اللي بيصير إذا بتحط low concentrations, بينما إذا بتحط higher concentrations بيسبب لك convulsions, بيسبب كوما وممكن تموت في الكوما, وبرضه بيسبب respiratory arrest يعني يتوقف عندك عملية التنفس. بالنسبة للعين والrespiratory tract والGIT والurinary tract
نفس الكولينو ميميتك دايركت دايركت اكتنج دراجز بالضبط، اللي هم زي مين؟ زي المسكارين، زي البيلوكاربين. نفس الافكتس بتصير على العين والريتوري تراكت والجي اي تي واليورينري تراكت، نفسها اللي ذكرناها قبل هيك بالفيديو. هسه بالنسبه لاثر الانهبيترز هذول على الكارديو فاسكولار سيستم بشكل عام، اثرهم شبيه جدا بالفيجل نيرف اكتيفيشن اون ذا هارت، يعني بيعملوا نيجاتيف كرونوتروبيك دروموتروبيك وإينوتروبيك إفكتس. شو معنى هذول الثلاث أشياء؟ كرونوتروبيك يعني SA نود كوندكشن، يعني سرعة الإمبولسز من خلال SA نود. دروموتروبيك هي AV نود كوندكشن، يعني سرعة الكوندكشن أو سرعة الإمبولسز من خلال AV نود. والإينوتروبيك يعني كونتراكتيليتي سترينث، قوة الكونتراكشن. والقوة الكونتراكشن مش السرعة، القوة بيحددها الفنتريكلز. الفنتريكلز هم المسؤولين عن القوة، تمام؟ فاللي بيصير بشكل عام هو decrease in atrial contractility والventricular contractility بتقل كمان، ولكن بشكل بسيط. السبب والتفاصيل تبعت هاي الشغلة إن شاء الله حيتم ذكرها بالفيديو الثاني. طبعا آخر معلومة اللي هي the latter effect occurs as a result of prejunctional inhibition of norepinephrine release، برضو هاي معلومة راح أذكرها إن شاء الله بالفيديو الثاني تفاصيلها، لأنه عليها حاكي كثير. بس بالنسبة لأثر هذول الانهيبيترز، طيب بس بالنسبة لأثر هذول الانهيبيترز على البلد فيسلز ما راح يكون لهم أثر واضح، تقريبا أثرهم معدوم. والسبب يكمن بأنه البلد فيسلز ما عندهم باراسيمباثيتك انرفيشن، بس عندهم سيمباثيتك انرفيشن، ما عندهم باراسيمباثيتك انرفيشن. فحتى لو تعمل انهيبيشن للأسيتيلكولين استريز وتزيد الأسيتيلكولين ما راح يرتبط، ما فيش عندي باراسيمباثيتك بحيث أنه أنا أزيد الباراسيمباثيتك إفكت أعمل دايليشن وأعمل هاي بوتنشل. هسا بالنسبة للأثر العام على الكارديوفاسكولار سيستم بشكل عام، the net cardiovascular effect، شو بصير بالكارديوفاسكولار سيستم بشكل عام أو بالأخير؟ أنه بصير عندي أول شيء برادكارديا fall in the cardiac output، وبصير عندي vasoconstriction. ليش بصير عندي vasoconstriction؟ اتذكروا أنه blood vessels ما عندهم غير sympathetic innervation، ما عندهم parasympathetic innervation. فsympathetic nervous system نعرف أنه عندنا neuron blood vessel junction وعندنا ganglia موجودة بالنص. هسا الجانجليا هاي فيها receptors نيكوتينك مسكرانك إلى آخره. هاي الريسبترز اللي موجودة هون بيرتبط فيها الأسيتيلكولين، لأن أنا عملت inhibition للأسيتيلكولين استريز فزاد الأسيتيلكولين، بصير يرتبط بشكل أكبر في هاي الجانجليا وبزيد الترانسميشن، بزيد الإمبولسز للسيمباثيتك. شو بيسوي السيمباثيتك نيرفوس سيستم بالبلد فيسلز؟ نعرف أنه فيزو كونستركشن. طبعا في بعض الاستثناءات، في بعض المناطق بصير فيها فيزو دايليشن زي السكيلتال ماسلز واللنجز إلى آخره. هاي الشغلات برضو راح أذكرها بالفيديو. بالنسبة للنيوروماسكولار جنكشنز، حتى لو كونسنتريكشنز بيقدروا يزيدوا أثر الأسيتيلكولين وتركيز الأسيتيلكولين والإفكت تبعته بشكل كبير بالنيوروماسكولار جنكشن. هذا الإشي راح يزيد لك السترينث أوف كونتراكشن، قوة شغل عضلاتك. هسا متى إحنا بالعادة بنستخدم هاي الشغلات؟ إذا عندك كورير نيوروماسكولار بلوكرز. الكورير هذا عبارة عن زي توكسين ماشي، يستخدم شان to induce a temporary paralysis، يعني شلل بشكل مبسط، يعني بترخي لك عضلاتك كلها، بطل تقدر تحركها، بطل تقدر تشدها. وبرضو المايستينيا جريفز، المايستينيا جريفز هو مرض وراثي سيتم ذكره، هو مرض سيتم ذكره في المحاضرة القادمة، في المحاضرة اللي بعد هاي. وهو بشكل عام هذا المايستينيا جريفز عندك ضعف في العضلات، فأنا كيف ممكن أعالج ضعف العضلات في الكورير والمايستينيا جريفز؟ من خلال أني أحفز النيكوتينيك ريسبترز الموجودة في النيوروماسكولار جنكشن. كيف بحفزهم؟ أسيتيلكولين استريز إنهيبيترز، يعني لما أعمل إنهيبيشن للأسيتيلكولين استريز بزيد الإفكت تبعت الأسيتيلكولين، بيرتبط أكثر على النيكوتينيك ريسبتر فبحصل على إفكت أعلى وبصير المسلز تشد. هسا إذا حطيت كونسنتريشنز عالية، زدت الكونسنتريشنز، بصير فيبريليشن للمسل. فيبريليشن بنفس معنى فاسيكوليشنز، يعني بتصير تشد العضلة وترخي بشكل متواصل. وبصير عندي إشي بنسميه أنتي دورميك فايرنج. هسا تفاصيل الأنتي دورميك فايرنج مش مطلوبة منا وما مرت معنا قبل هيك. بشكل عام الأنتي دورميك فايرنج هو أنه الإمبولسز تمشي من النيرف إندينج للبادي. إحنا شو متعودين؟ نيورون، عنا نيورون في إله بادي في إله نيرف إندينج اللي هو اللايت إند بلب. هسا
احنا متعودين انه دائما الامبولسز الاكشن بوتنشال بيمشي من البادي للنيرف اندينج. اللي بصير بالانتيدورميك فايرنج هو العكس, بتصير الامبولسز تمشي من النيرف اندينج باتجاه البادي, تفاصيلها مش مطلوبه. هسه هذا الاشي عمليه انها الانتيدورميك فايرنج شو بيسبب لنا, بيسبب لنا فاسيكوليشنز اللي هو نفسه الفيبريليشن ذات انفولز انتاير موتور يونت. هسه بالنسبة لنفس الشيء إذا كان تركيزهم عالي لفترات طويلة بعد الفبريليشن ممكن أنه يصير عندنا نيوروماسكولار بلوكيد. إحنا شرحنا البلوكيد قبل هيك, حرد بشرحه هون. الفكرة أنه بالنيوروماسكولار بلوكيد أنه أنا عندي نيكوتين, هذا النيكوتين ارتبط عندي أسيتيل كولاين, هذا الأسيتيل كولاين ارتبط في نيكوتينيك ريسبترز تمام, ولأنه موجود بشكل كبير بظل مرتبط ما بفك, يعني النيكوتين ما برضى يفك عن الريسبتر. هذا هو اللي بصير لأنه أنا فعليا اتخلصت من الأسيد الكولاين استريس كله, ففيش إشي يشيل لي النيكوتين عن النيكوتينيك ريسبتر, فبظل مرتبط بشكل متواصل. هسا لأنه مرتبط بشكل متواصل اللي بيصير انه الممبرين ما راح يصير له ريبولاريزيشن, يعني العضله راح تظل مشدوده, ولو صار ريبولاريزيشن النيكوتين لساته مرتبط فما راح يفك ويجي نيكوتين ثاني يرتبط بداله ويجي شيء ثاني يرتبط بداله, او الاسيد الكولاين حيظل مرتبط فما راح يجي شيء ثاني بداله. فلهذا السبب العضله بتظل مشدوده, بتظل اكتف, وهذا الشيء ممكن يسبب باراليسس. هسا عندي هنا في بعض الكواترينري كاربميتس زي النيوستيجمين عندهم اديشنال افكت, يعني غير انهم بيرتبطوا على الاسيت الكولاين استريز وبيعملوا له انهيبيشن, لهم افكت ثانيه انهم دايركت نيكوتينيك اجونست في نيوروماسكولار جنكشن. يعني من الاخر النيوستيجمين هذا مثال, طبعا في غيره, غير أنه بيرتبط على أسيت الكولاين استريز وبيعمل له إنهيبيشن, إله فانكشن ثاني إذا ارتبط النيوستيجمين على النيكوتينيك ريسبتر بيعمل له أكتيفيشن, يعني برضو ممكن يساعد في شد العضلات. وكمان في فائدة من هاي الشغلة, لأنه لو تتذكروا النيوستيجمين مشحون, يعني ما بوصل للسنترال نيرفس سيستم, يعني إحنا ممكن نستخدم النيوستيجمين شان نعالج مشاكل وضعف في العضلات بدون ما نأثر على السنترال نيرفس سيستم, وهي شغلة إيجابية. وهنا بتكون انتهت المحاضرة, في ظل الكلينيكال يوزز راح يتم شرحها بالمحاضرة اللي بعديها. لازم تحضروا الفيديو الثاني لأنه في كثير تفاصيل من هاي المحاضرة مش واضحة, وحذكرها بالتفاصيل إن شاء الله بالفيديو الثاني. هسا احتمال أكون مثلا سهيت, غلطت بنص الفيديو, بس أنا من النوع اللي بعيد المعلومة كثير مرات, يعني لو تلاحظ علي نفس المعلومة عدتها كثير مرات, فلو اني غلطت فيها مرة بكون ان شاء الله صلحتها مرة ثانية. اذا في اي غلط راجعني فيها وبعدل عليها عادي, فيش مشكلة, الانسان بغلط. ويعطيكم الف عافية. طب هذا خلاص ديليت, ما لهش اي داعي صح؟ خلاص مسجل النوت موجودة خلاص. هو مفكر عمل إديتينج قبل ما أشرح لهذاك, لأنه مش نفسي أشرح. خلاص نشرح بعدين. مش نفسي أشرح جد مش نفسي أشرح. تعرف إنه صار عندي 4 غيابات عند الدكتورة. 4 وهي الخامس اليوم, فبدي أحكي لبشار تقعد بدالي أو في شيء, مش هكمل لك الفيديو, حربنا عليه. تحب نحضر؟ أنت لسه بتحضر؟ أكيد مش نفسي, بس إنه والله مش عندنا غيابين, إذا مش مشكلة إذا 8 إذا معك 8. هلو هلو بشار, اسمع بتحضر عني؟ خلاص تمام, بس بتركز. تعرف رقمي طيب؟ 129 اكتبه تنساهوش, 129. خلاص تمام, يلا سلام سلام. ايش خلصت تصوير الفيديو الاول, هسه ضايل الفيديو الثاني اكثر من 3 ساعات بخلصه, بس لسه بدي اعمل اديتنج بده ساعه. تمام يلا سلام سلام. رحيم اطلع فوق المكتب الخضراء, تعمل اديتنج في المكتب الخضراء وبعدين نشغل الفيديو صوته عالي. سماعات؟ لا انا وانت بدنا نسمع بالله عليك, بدي اقول اديتنج لحالي.
انا ما اتفهم انا برد جد بردان؟ اه انا مش بردان انا مشوف ما افتح الدم جد بردان نطلع؟ انت كنت نضل هون يعني؟ يعني هيك النية خلينا طيب سيفته عندك خلاص؟ انا مش موقف الفيديو اصلا ستوب